ربنا لم نقضي أجرا ولا بطرا زرياء ولا سمع، ولكن خرجنا ابتغاء مرضاتك وابتغاء سخطك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظرة الطيبة الجميلة اللي إن شاء الله بإذن الله يكون ذكرى لنا ولأولادنا وجودنا. غايب كثير جدا عن كثير من الامهات. احنا كمسلمين لنا اوبشن عند الله عز وجل، احنا كمسلمين لنا ميزه عند الله عز وجل. ميزتنا كمسلمين هذه اول سوره البقره. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين اللي هم مين يا رب؟ الذين يؤمنون. انا عند ربنا سبحانه وتعالى ليا ايمان بما هو عند الله. لا ما انا مش عندي، ده ما لا يسمعني ولا بابا. الناس كلهم قصدهم عليا وبص النكد النكد اللي ربنا قال عليه وتفضل وانا بعمل لزوجي ولا بعمل لاولادي؟ بعمل لاولادي، لا عدلي نيتي بالله. لو بعمل لزوجي برضه ما بحبه وبرضه هفرح وهو عدلي نيتي حتى ولو للزوج. انا بعمل لله عندي، انا بعمل لله عز وجل في زوجي، انا بعمل لله عز وجل في اولادي. ليه؟ كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والمراه في بيت زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعيته. انتوا عارفين يعني ايه؟ هنسال واحنا عمالين دايرين في سكه اللي اصلا مش هنسال عنها. دايره في سكه مش بتاعتك وشايله شيله ما هي شيلتك. لكن نعم براحتكم، عايزين يقعدوا عايزين يقفوا. انا ممكن احس بال يا دكتوره بالله عليكي عشان رجلك عشان رجلك. السلام عليكم. فالاصل ان انا عندي نيه لله عز وجل سواء للزوج سواء للاولاد. طيب عملت وما قبلتش بالشكر، الف نهار مبروك. عملت وخذلت، عملت ولا قال لي لا شكرانيه ولا جميل، عملت ولا حتى قال لي حتى كتر خير، الف نهار مبروك. انا هوبا بقول لك اهو ببشرك. ليه؟ لان الله عز وجل باسم الشكور هو اللي يشكرك. عشان كده نتمنى على الله عز وجل، نتمنى مش عايزينها في الدنيا، بس لو جت في الدنيا هو دايره، يعني الواحد يبقى فرحان، يعني حد زوج رومانسي حلو يقول لنا كلمتين وفي نفس الوقت تاخد الثواب. طب ما عملش لله؟ لله مقفوله عندك انت يا رب. افتحها لي بقى يوم القيامه. احنا كنساء مش بنقدر نتغلب على هذا الامر بسهوله، احنا بتوع عواطف ومشاعر. يعني يديكي مشاعر تشيلي له الجبل فوق دماغه. تديله يديكي مشاعر تشيل الدنيا ليه شقه؟ واحده تقول لك والله بصي هي بتاعت الصوم بقى ونيلته وسواده وهسيبهم دي الجلب دي واسيبهم دي. قلت لها طب جايه لي عايزه تنفصل؟ قالت لي لا ما انفصلش. بصي هو يعني بيراضيني. راجل الكلمان راجل الكلمان فعرف يعني ليه؟ ليه؟ احنا بتوع مشاعر. نقدر كتر خيرك وتسلمي يا ست الكل وانت كذا والله شيلي له الدنيا. نفس رجال يفهموا النقطه دي. يا عم بشكرها يا عم قول حاجه طبطب عليها. لكن ما فيش الخرز الزرق. حتى لو ما عملش يبقى انا بستنى الاجر منين يا اخوات؟ من الله عز وجل. انا بستنى الاجر من مش ابدا من من العبد. ناقصون اقسم بالله ابن القيم قال كده. ولكن خير وبركه لله. ده جزء. طب لاولادي؟ ما انا قلت ما تكرري يا بنتي. التربية ما هي الا تكرار وصاب. تقول لك لا ما هو بقى خلاص ما تزهقيش، ده عيلك يوجعك، قلبك ده يوجعك. وافضل اقول واكرر واعمل واخد بالاسباب واروح والله مثلا عندي ابني كان ابني بيصلي وبعدين طب ما بقاش يروح المسجد، طب بنتي كل الامور دي في الاول وفي الاخر لنا حاجة واحدة بس. لنا حاجة احتسب عند الله صومتي ونومتي وقومتي. صيام وعبادة عند الله. طب النوم والصحيان عند الله. قل إن الصلاة ونسك ومحيا ومات لله رب العالمين. وبذلك وأنا أو ليه؟ طب المحيا لله، طب ما الصلاة والنسك والكلام. أيوة طالما فيها نية. اوعوا يا نساء يا اللي بتسمعوني، اوعي تخسري دنيا واخره. ما مش هيبقى قهر بقى وبعد وغربه ونجينا ونرجع كمان في الاخره، ده تبقى كارثه. اوعي تخسري الامر ده. القصه في الاول وفي الاخر حاجه واحده بس، نيتك ايه؟
يا عم سيبها وخلاص انتهينا، سيبها بقى. نيتك ايه؟ نيتي لله سبحانه وتعالى، شكر ما شكرش الف نهار مبروك. ايه عمل مع السلام خلص عندك انت يا رب. في حديث قال الاحتساب يبقى ثوابه ايه؟ لا. طب النبي عليه السلام جه وقال اللي تحتسب امر عند الله تؤذى فيه. ما هو المشكله انك بتؤذى في الحاجه اللي انت عملتها باخلاص، ده الجمال صح. تبقى خالصه. في آية جت وقالت الاحتساب أجره إيه؟ إنما أجره على الله. إيه؟ ما نعرفش. طب فردوس أنت بتحددي ليه على نفسك ما تفتحي؟ طب ما يمكن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما نعرفش. فاحسبيها خالصة مخلصة عند الله. خديها مقفولة عند ربنا، وإحنا يا رب لن نحصي حتى تحصي علينا، والله يا رب وأشهدناه. ده الأمر. طب ماشي، ده أمر الدنيا والمعاملات. اخد الزاد منين انا بقى عشان اواجه الصدمات دي كلها؟ خذلان وعدم شكر وبهدله اخد الثواب ازاي؟ مش عايزه ام تتحرك عيالها وهنوديهم فين؟ اعملوا وسووا، المهم نتعلم الاخلاق. اخد الزاد منين؟ مين تقول لي وادعي لها؟ دعاء استعانه بالله. الاستعانه بالله اجيبها منين الاستعانه؟ كان بعيد الاصابع مقصره بالدعاء بالصبر. اصبر ازاي؟ استعين ازاي وخلق ارضى؟ محتاج يقين، يقين بالرضا واليقين. وانا ما هو الرضا واليقين برضه محتاج ايمان. اجيبه ازاي انا؟ عز وجل ركعتين، اصلي ركعتين قيام ان ربنا يعيني والاعان. ادخل على الركعتين دي ازاي؟ نفسيتي لسه مش جايه. شوف انا هجيب لكم اقصى درجه تحت خالص. بالتسليم لربنا، بالتسليم سلمت، بس ده عمل قلب محتاج برضه ايمان. عباده ربنا. ايوه كده، ايوه كده. ملك الا الذكر. ايه اللي من الذكر يدخلني على باب الله عز وجل؟ الصلاه والسلام، التسبيح والاستغفار. هو رقم واحد. استغفر الله يا رب. انا قلبي مش حاسه بيها يا رب. ران 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 على القلب، ما انا مش حاسه يا رب. اعمل ايه؟ استغفر الله. السلام يا جميل. استغفر استغفر فيا. لكن لو قلبي عليه ران الله ولا حاجه، لا اله الا الله، مش واصل. لكن الذين اذا ذكر الله ازاي؟ بالاستغفار. الباب اللي يدخلك على ربنا سبحانه وتعالى، معلوش ناس كتير، باب الذله والانكسار والانخضاع لله، معلوش عباد كتير. خشي خشي قول لهم ماليش غيرك يا رب، ولتك اموري يا رب، وكلتك على حالي وعلى بيتي وعلى اولادي يا رب. انا مسكينه من غيرك والله يا رب. لا تجمع علي لا دنيا منها حرمان ومنها كذا ومنها اختبار وابتلاءات، ولا تجمع علي الا الفردوس الاعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الباب اللي دخلت. احنا دخل جاي رمضان، يلا يلا. الناس بتقول لك يا مدى رمضان بقى وايمان يزداد وصل. غلط يا مسكينه، غلط والله. الاصل ان انا بجمع من دلوقتي ايمانا واحتسابا من قبل. عادي الصلوات هتزود، لكن لازم يكون ايمان داخله بيه. الحاجه اللي اعملها وابتدي بيها ظبطي صلواتك ونومك. سواد خمس صلوات الفجر محطوط، خمس صلوات الموجودة، مش هقول لك الفجر اما اصحى. غلط. اصحى الفجر واصلي الخمس صلوات في وقتها. بص، عايزه بقلب زوجك كده يجي لك جرجره بينك وبين الله. من يصلح بينه وبين الله يصلح بينه وبين العباد. عايزه عيلك ربنا يجيب قلبه بايد ربنا، قلب ابنك ده. اروح لربك ماليش غير الله. يا رب ما انت، والله يا رب وقفت على باب. فاكرين لما حكيت لكم حكايه المراه اللي افشلت عليا الركعتين؟ أفسدت عليا، دخلت متأخر في صلاة التراويح، لقيتها على الباب، قعدت سجدت معاها. والله يا خالات والله طول يا رب، وعيالي وبنتي يا رب. والله ده أنا مسكينة مالي غير. طب لو أطول أبوسك يا رب، والله شكرا. وعيني بتدعي السبب. أيوه بتدعي السبب. اللي في قلبها. وبعد كده اللي بنتها ما شاء الله وعيني ابنها كذا. كله كرمتني كرمتني، أنا أرملة في قلبها. جبت لك وقفت في بابك. بشرى بشرى ليه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكبر كل امرأة. ولكن مين خلاصك وحبك الاول؟ الله عز وجل. لما تيجي بنت تطلع وتقول إيه ده انا لسه بنزع قلبي في حجاب ولا في لا لا، انتوا حفيدات رسول الله عليه الصلاه والسلام، انتوا من امه الاسلام. ما في واحده فيكم اللي تبقى متمسكه بحجابها ومش لابسه ومكسوفه ولا لا. لا. ولأن فرحب بي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. وتفضل الأم مرة ما تزهقيش،
وما تبكيش ولا تيأس. يا رب كذا، يا رب كرمها، يا رب اعمل، يا رب بنتي وحببيها وخليها تتصل بفلان واعملي لها حفله وشجعيها. ابنك نفس الكلام، والله استعنا بكل ده بالفرائض او فقه الاولويات. الاول الصلاه على وقتها، ثم قراءه القران، وهكذا، والذكر والتحصين، وهكذا. دي الامور، خلاف كده صعب، خلاف كده مش هتعرفي تعيشي في، هتاخدي الزاد منين؟ جاي رمضان بدعاء، اكتبي لك ليست، ابني يا رب اصلح له كذا وكذا، بنتي اصلح لها زوج، اعملي له ليست لوحده، ده ليست لوحده. يا رب بقى يجيب له، يجي لي قلبه لحد عندي جرجرك، يا رب كلامي يصل لقلب زوج، علمي افضل امراه في عين زوج، ابعد عنه شياطين الانس والجن، حريمه والرجاله يا رب. افضل ادعي، بارك له في رزقه يا رب، وسمعي زوجك انك بتدعي له. بارك له في رزقه يا رب، ارزقه الصالحات يا رب، يا رب كرمني باولادي يا رب، يا رب وهكذا. دعائك مستجاب، الام دعائها مستجاب، واحنا قاعدين قلنا عينك لا، الحي على الله الحي. اما اقول لك المراه الاميه ديت اللي قاعده تلح 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 لحد ما رب يستجيب لها، استنتني انا ادعي لالحاها على الله. والله عز وجل يحب عبده اللحوح، لكن احنا بنزهق. شوفي كده عودي سن، بطل يا تزن، ده انت طالع زي اهلك زنان، احنا بنزهق. لكن الله عز وجل يحب، الله يغضب على من لا يدعو. رمضان فرصه، والفتره اللي احنا فيها استغفرك يا رب، عد عليا بقلب جديد يا رب، توبه صادقه نصوح منك يا رب، جعلني في طريق الهدى والتقى يا رب، رد عني زوج يا رب، اجعله زوج راضي وصالح، اجعلني يا رب افهم وعايزين، احنا ما بنفهمش وعايزين صراحه، وهكذا. تدعي ربنا سبحانه وتعالى، استعين وخدت الزاد قليل، استعين وخدت الزاد خلاص ابتدي بقى على الدنيا. ما تجيليش بهشاشه نفسيه وبتبكي واكتئاب وفوبيا وصل بعد ال 50% ليه؟ ليه؟ ما هي دنيا وما انتش قادر، ما تخديش الذات. ما فيش الحد اللي بينك وما بين ربنا، ولا بتعرفي تتغلبي. احنا في الدنيا مختبرين، ويكذب عليكي اللي يقول لك احنا في الدنيا نعيش بسعاده. لا ما فيش الكلام ده. السعاده الحقيقيه فين؟ والله يا اخوات والله في القرب والانس من الله. جنة الدنيا وانت قاعدة في مصلاك يا رب، شوفي كده ساجدة مش عايزة أقوم السهل، بدعي بدعي ربنا يفتح عليكي في الدعاء، بتقرأي قرآن وانت عمالة، أقول لكم راجل واقف أجنبي أعجمي، ناس مش بيفهم حاجة من القرآن، قاعد وحاطط تقول أصل أنا سمعت إن بس النظر للمصحف عبادة، فعمالة أبص عشان إيه ده؟ فين إحنا بقى؟ فين معلمة عيالك لما أجي ألاقي أستاذ دكتور في جامعة اللهم بارك لها وعليا، عندها 7 من الأولاد وأستاذ دكتور في جامعة، وبيتها فل كب كده استنى وتلمي، وحاجة كده مشنتفة وأمورة وعسولة، وهي كذا حتى ده تعالي قلت إيدك تعالي هنا بتعملي إيه؟ استنى ذكر 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 ذكر، قلت لها طب أشوف إيه معدية، قالت لي لا ما شوفتش، فعلك عرفت إنه ذكر، انتهينا خلاص عليكي. ممكن بس نرفع المايك الصوت ده، انا بزعق زعيق يعني الناس اللي علقوا السلام عليكم، لكن احنا في الاخر وفي الاول مالنا كانت، ولا تقنعيني احنا كنساء لك تقولي ام حنونه، ولا ام ولا اب ولا عيال ولا جوز ولا مين، اسمع كلام اسمع كلام، مش عايزين نقول الكلام ده، هيطلع على النادي مالكي الا الله، ولازم يبقى لك حال مع الله. انا بتاعت الصيام، انا بتاعت الصدقه، انا بتاعت لا حول ولا قوه الا بالله، انا بتاعت الاحتساب عند الله، انا بتاعت الاحتساب العمر ما تطلع مني. طب الحمد لله مع بس والده جه ومش عارف نفس بتاخر كده فتره لحد ما يعني يخرب عليا ولا ايه؟ ظبطي الموبايل ساعه البتاع، ما هو الصريخ والصويت بقى اللي في ساعتها. ايوه
مره.